السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، طبعا ده حقل في ده بستان الموالح اللي كان مزروع فيه الفاصوليا. تمام، الفاصوليا اتقلعت، طبعا كان فيه عمال كتير بيقلعوها، طبعا مرضش يصور حد غير بس لأنه كانوا كتير، وحتى لو استأذنتوا ما ينفعش، هما ناس شغالين يعني. بس خلينا في موضوعنا. طبعا دي الفاصوليا بعد ما اتقلعت يا جماعة، هو انتاجها يعني هو انتاجها كويس على الظروف اللي مر بيها. طبعا ايه دي كان جالها، كان بعد الامطار جالها ندوة، بس برضو بسبب اخطاء زراعية. يعني كان هيبقى انتاجها احسن من كده واعظم من كده، بس حصل اخطاء زراعية. تمام يا جماعة، الاخطاء الزراعية ان الارض دي بتشرب على مسافات بعيدة، يعني المية بتفضل ماشية مثلا في مسافة بعيدة، يعني مش حواض صغيرة. المفروض لو هتزرع خضار زي الفاصوليا يبقى الأرض متقسمة حواض صغيرة للري. ليه؟ الفاصوليا حساسة للمية، قلنا الكلام ده في تمام. فالري بتاع البستان ده غلط، هو مش غلط وعلى فكرة يبقى غلط للموالح، لأن المية تمشي مسافة كبيرة كده يا جماعة. المية لما تمشي مسافة كبيرة، طبعا هي ماشية من هنا عشان تروح قدام كده. طبعا هنا المية ماشية فيه، هيقعد ياخد مية ياخد مية، يتشبع 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 يتشبع، واللي هناك هيبقى شربان يدوبك بالعافية. تلاقي في أماكن مغمورة بالمية، الأماكن اللي هي المية بتمشي فيها من الأول مغمورة بالمية، والأماكن اللي ورا جالها المية بالعافية. هتلاقي بقى في هنا حتت دلوقتي في الفاصوليا دلوقتي، هتلاقي حتت حلوه قوي اللي هي المايه كانت اصلا اللي هي رحلها اخر حاجه، ما كانتش تتغمر ميه قوي، فعشان كده ايه تلاقي الفاصوليا كويسه. في حتت مغمره بالميه تلاقي الفاصوليا يعني مش قد كده. تمام، زي هنا كده اهو، شايفين كده يا جماعه اهو، هنا الفاصوليا يعني انتاجها. بس احنا هنقول المجمل العام كويسة، يعني نسبة انتاج نقول 50%، نقول 50% النص بنص. تمام، بس قلنا كانت هتجيب اكتر من كده، كانت تجيب اكتر من كده وتجيب احسن من كده، بس طبعا الاخطاء الفنية اللي حصلت، الندوة اللي جت على ان هو على فكرة صاحب البستان ده كان بيخدم على فكرة خدمة كويسة، بس هو بعض الاخطاء الفنية ان الري ده مش مظبوط. تمام، المفروض يعمل كل ايه يعني، المفروض يقسمها، يكتر عدد الاونيا شوية اللي بتسقي، لان دي بتتروي غمر، طبعا بتتروي ري غمر، بتترويش مثلا لا بطانوس ولا حاجة، بتتروي ري غمر، فكان لازم يحسن الري شوية عن كده. تمام، بس بالمجمل يعني انا بوريكم اهون لحد ما ان شاء الله هتدرس قدامكم، ما تدرس طبعا. التبن بتاع الفاصوليا يا جماعة علف للحيوانات جميل جدا، علف غني للحيوانات جدا بالمواد الغذائية. على الفاصوليا ذات نفسها كمنتج كويس، بيجيب عائد اقتصادي كويس. تمام، فكنا بنقول نزرعه في وسط الموالح بحيث ان تبقى حاجة مع الموالح تسند مع المزارع، يعني المزارع بيبقى مستني الموالح من السنة للسنة وبتجيبش العائد المادي اللي هو يتمناه. يعني الموالح انتوا عارفين أسعارها، طبعا شفتوا الأسعار وعارفين الأسعار وكده يعني. فده كان النهاردة هون، ده كان فيديو بس متابعة بسيط كده عن بقى يعني ما احنا تعبناكم معانا طول السنة نوريكم في الفاصوليا في الموالح، فجينا في الحصاد لازم نوريكم برضو للأمانة العلمية. تمام يا جماعة، تمام. فدي كان آخر الفيديو بتاعنا النهاردة، والسلام ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مش هنقول وداعا بقى، طبعا انتظروا الفيديو بتاع الدريس نوريكم الإنتاج على الطبيعة ونوريكم الدنيا والدين. تمام يا جماعة، تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندي أسئلة أو استفسار سيبولنا في التعليقات.